الفنان المصري تامر حسني برجه الأسد، فنان طموح متعدد المواهب والكفاءات، لو لم يختار الفن طريقا له لكان نجح في مجالات أخرى كالصحافة والإعلام، التجارة والصفقات والسياسة. لديه خصوم بقدر ما لديه محبين، لأن شكله ومظهره وطريقته في التصرف والكلام توحي بالغرور وتحرك الغيرة والحسد عند الناس، سواء كانوا من الوسط الفني والإعلامي أو من المجتمع العادي. وما مشاكله الصحية التي طالت حباله الصوتية مؤخرا إلا نتيجة الموجات السلبية الموجهة ضده من العيون الحاسدة التي تستهجن غروره وتغار من سرعة نجاحه الفني والمالي. حياته الزوجية تبقى بخير بالرغم من الشائعات التي تطلقها بعض النساء عن علاقاتها الغرامية معه. قد يحصل خلاف بينه وبين مخرج ومنتج سينمائي أو منتج مسلسلات درامية بسبب إخلالهما بالشروط الفنية والمالية، وتصل الأمور إلى القضاء. 2019 نجاحه الفني فيها 7/10، لكن ما رح تنتهي الأمور للأسف بدون مشاكل إلى طابع صحي أو قضائي أو حصول حادث لا سمح الله. كل شخص بيحب يتعرف علي شخصيا أكثر بيحصل مني على دراسة شخصية إله من خلال اسم أمه واسمه هو الصغير واسم عائلته واسم والده، بيقدر يتصل فيي شخصيا على الرقم 718-879-307. هيدا رقم خاص أنا عامله للاستشارات الشخصية، بيقدر يعرف عن ماضيه وحاضره ومستقبله. هيدا الرقم إذا حكي معي بيقدر يسأل أي سؤال، سواء سؤال عاطفي أو مهني أو صحي أو عن دراسته أو عن أي مشكلة بيتعرضها إلها. طبعا بما أنه الاستشارة في إلها وقت، لازم يتصل فيه من خلال داخل لبنان، وكل دقيقة كلام تسحب من رصيده دولارين يضاف إلى فاتورة هاتفه الخلوي. بالنسبة للي بيتصلوا فيه من خارج لبنان، طبعا كلفة الاستشارة لها علاقة بالوقت وعدد الأسئلة. إذا في سؤال بسيط سريع أو عابر، طبعا الجواب بيكون فوري ومجاني. الله معكم.